الفتح الاخير بتاع المطبات اللي هو بتاع المطبات ده بتاع ان بتاع عفوا الشارع لازم تبقى وهي مكسره بتقلل الحادثه. لا 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 ما تقوليش انه كذبوا بعد كده. لا مش كذب، هقول لحضرتك. هو 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 الفكره، انا طبعا مش عارف هو قال ايه بالظبط، ولكن هو قال ان الشوارع، على فكره اللي هو سعد الجيوشي وزير النقل الحالي لما كان رئيس هيئه الطرق والكباري قال نفس التصريح. لا قال لا لا ايه لا 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 لا. قال ايه استنى بس قال ايه انا متابعه الموضوع. قال لك ان الشوارع المكسره بتؤدي الى قله عدد الحوادث عشان المواطنين بيمشوا. لا 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 خالص، هو الفكره كلها في الانضباط. طب النبي يا جماعه هاتوا لنا اللي بتعمل على المواقع التصريح في الانضباط. لا المواقع بتكتب كتير جدا. انا بعد ان في طول النهار لسه نافي خبر حالا دلوقتي اللي هو ان وجبات قطار في التسمم 17 اصيبوا بحاله تسمم في احدى الرحلات في قطار. وهم واكلين الوجبات دي واكلينها في مطعم في اسوان قبل ما يركبوا القطر. واحنا اللي امبارح اللي وقفنا القطار في اسواق والتنسيق مع وزاره الصحه، جابنا طاقم المسعفين والاطباء رافقوا الناس وعالجوهم وكده. انا طول النهار بنفي اكتر ما باكد او بصرح. يعني القصة كلها حوادث الطرق مش مسؤولية وزارة النقل بس، حوادث الطرق لو الكلام عن حوادث الطرق مسؤولية الدولة كلها، مسؤولية كل أجهزة الدولة، وزارة النقل جزء منها. الانضباط جزء كبير، الانضباط الجزء الكبير مش الجزء الصغير. طيب ما أنا هقول لحضرتك، إحنا على مدى عشرات السنين الطرق بتاعتنا مش كويسة. على مدى عشرات السنين كل الطرق اللي أنشئت في السابق ما بتبقاش حسب المواصفات العالميه. وانت حضرتك بتشوف لما الدنيا بتمطر ايه اللي بيحصل في الشوارع بتاعتنا؟ هل في دوله في العالم بيحصل فيها اللي بيحصل ده؟ لما المطر تنزل كل الشوارع تتقفل وكل السيول والبيوت تتخرب والناس تتشرد؟ ما فيش الكلام ده، لان الطرق مش معموله طبق المواصفات العالميه. القصه كلها في الانضباط. حتى الطرق الكويسه اللي عندنا لما ما فيش عليها انضباط ما بيبقى فيها حوادث. انا جاي لسه من على المحور دلوقتي، حادثتين على المحور. متحكي اكيد جاي من على المحور شايف خمس عربيات خبطوا في بعض. هل المحور ده طريق وحش؟ لا، وفي حادثه النهارده في مدينه نصر اللي هي سياره نقل ضربت في اتوبيس نقل عام. وحادثه القصه كلها بناس. الدوله على مدى عشرات السنين لم تفكر في انها تعمل كاميرات في الشوارع، اللي هو الكاميرات المراقبه في الشوارع زي ما كل دول العالم عملت. الدولة على مدى عشرات السنين لم تفكر في تنظيم النقل الجماعي. احنا عندنا عشوائية في الميكروباص حضرتك مش موجودة في أي مكان في العالم. أي واحد بيجيب عربية ميكروباص ويشغلها في الشارع مش كلام منه خالص في أي مكان في العالم. أي واحد بيجيب توك توك ويشغله، أي واحد بيجيب معدية ويشغلها. الدولة كانت غايبة عن ده خالص نهائي. سيارات النقل حضرتك اللي احنا دخلنا مع بعض في جدل فيها 90% من مش النقل بمقطوره، المقطورات نقل بالمقطوره. ايوه انا في جدال وما زلت هفضل في جدال مع حضرتك على النقل بالمقطوره. وانا شوف انا مجهزه دراسه بقول لك انا هاجي لكم وزاره النقل وما زلت مصره ان المقطوره اتلغت في كل دول العالم ما عدا عندنا. لا يا استاذه ما اتلغتش في كل دول العالم. احنا نفسنا قول حاجه. احنا نفسنا بالنسبه للنقل مشكلتنا 98% من حجم نقل البضايع على المقطوره، وده وضع مش موجود في اي دوله في العالم على فكره. ده اللي مش موجود بقى في اي دوله في العالم. النقل بيبقى موزع ما بين اكتر من جهه، يعني في نقل نهري، نقل سكه حديد، نقل بري. كله عندنا على النقل البري. ده اللي بوظ الطرق وكسر الطرق، ده اللي بتسبب في الحوادث، وده اللي عامل زياده حمولات. وزاره النقل ما بتاخدش منه غير